يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء. وهذه درجات الحرارة متوقعة غدا على بعض المدن ومحافظات الجمهورية. ففي القاهرة العظمى 33 والصغرى 23، الإسكندرية 30-23، مطروح 28-23، بورسعيد 30-23، إسماعيلية 35-23، السويس العظمى ستكون 34 والصغرى 23، العريش 22-31، طابة 32-21، شرم الشيخ 37-27، الغردقة 36-28، الأقصر 39-27، أسوان العظمى ستكون 40 والصغرى 28، الوادي الجديد 39-25، شلاتين 36-24، وأخيرا حلايب 32-26. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.